ارتياح في أسواق المال العالمية مع تقدم بايدن في السباق نحو البيت الأبيض. والأسواق الناشئة ترحب بترجيح فوز المرشح الديمقراطي وترتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. وفي أسواق السلع أنصة الذهب ترتفع فوق 1900 دولار وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية. وضبابية حول تحديد الرئيس الأمريكي المنتخب تزيد مكاسب العملة الرقمية بيتكوين. مشاهدينا أهلا بكم في جرس الإغلاق من العربية. نخصص برنامجنا اليوم لمتابعة أثر ترقب نتيجة الانتخابات الأمريكية على الأسواق العالمية والذي استمر منذ يوم الانتخابات الثلاثاء من 3 نوفمبر. إذن لا يزال العالم يترقب الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالطبع أسواق المال والعملات والسلع تتحرك على وقع أي تطورات تحدث في مراحل فوز أصوات الناخبين الأمريكيين، حيث لا تزال نتائج عمليات فرز الأصوات غير محسومة ومستمرة حتى الآن في 4 ولايات، وهي كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا وأيضا جورجيا. ربما يستمر تعليق الإعلان الرسمي عن اسم الرئيس المنتخب سواء ترامب أو بايدن لأيام أخرى أو أسابيع حتى على أسوأ تقدير، خاصة بعدما هدد ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا. إذن في الولايات المتحدة تسجل العقود الأجلة في هذه اللحظات لول ستريت مكاسب قوية بدعم من ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والقطاع الصحي بالتحديد. ساهم في دعم الأسهم أيضا تقدم المرشح جو بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية، وهو أيضا ما ساهم في تقليل حالة عدم اليقين بالنسبة للعديد من المتداولين في الأسواق. نلقي نظرة إذن على الأسواق الأمريكية التي تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي. بطبع أسهم التكنولوجيا لا زالت مرتفعة. قفزت الأسواق المالية الأمريكية عند الإغلاق مع ارتفاع التوقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بكرسي الرئاسة الأمريكية بحسب فرز الأصوات المستمر وتأخر الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة. وأغلق مؤشر داو جونز على مكاسب لامست 1.5%. مؤشر S&P بدوره أغلق على ارتفاعات تجاوزت 2%. الارتفاعات الأكبر كانت على مؤشر ناسداك حيث تجاوزت المكاسب 3.5%. تأتي هذه الارتفاعات مع تزايد التفاؤل بفوز جو بايدن بكرسي الرئاسة، حيث يدفع بايدن باعتماد حزمة اقتصادية تحفيزية قد تصل إلى 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، وهي أعلى من وعود الرئيس الأمريكي ترامب. يضاف إلى ذلك وعود بايدن بإنفاق 700 مليار دولار على البنية التحتية وأكثر منها على رعاية الأطفال، يضاف إلى ذلك تريليوني دولار على مكافحة تغيير المناخ. ومع استمرار عد الأصوات في بعض الولايات المتأرجحة ودعوات الرئيس الأمريكي بإعادة عد الأصوات في ولاية أخرى، لا شك أن الأسواق المالية ستحبس أنفاسها حتى اللحظات الحاسمة الأخيرة لتحديد اتجاه زخمها. شادي الزعيم، العربية. الأسواق الأوروبية نلقي نظر عليها بتتداول عند أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، ترقب أيضا كامل لآخر مستجدات السباق الرئاسي نحو 270 نقطة. على مستوى الفوتسي أو بريطانيا، الآن الاقتصاد البريطاني يتحدث عن حزمة تحفيز جديدة أو ستيمولس جديد وإبقاء أسعار الفائدة كما هي. الأسواق الأسيوية كيف أغلقت صباح هذا اليوم؟ رأيناها أيضا تسجل ارتفاعات. العالم برمته يراقب آخر مستجدات الانتخابات الأمريكية مع قيادة بايدن الآن إلى آخر الأرقام التي سمعناها مع انقسام في السنت ما بين الجمهوريين والديمقراطيين.
نذكركم بأسواق وول ستريت عند إغلاقها يوم أمس. كما ذكرنا الفيوتشرز بأمريكا لازالت مرتفعة مع استمرار الارتفاعات والرالي على مؤشر ناسداك. لاحظوا ناسداك إغلاقات يوم أمس ارتفاع ب 3.8%. ماذا تحاول أن تقول لنا الأسواق وهي تشهد رالي منذ بداية هذا الأسبوع ونحن نتابع آخر الأرقام في السباق الرئاسي؟ تقول لنا أنه لربما الآن هي تفضل السيناريو التالي، أنه جو بايدن يفوز بالرئاسة وأنه السنة يبقى مقسوم ويكون لربما أغلبيته جمهوري، لأنه الجمهوريين حيستبعدوا القيام بتشريعات مقيدة للقطاع المصرفي أو رفع الضرائب وغيرها، وبالتالي هذا هو السيناريو للآن الأسواق الأسهم بتحاول أن تحتسبه خصوصا وول ستريت. عملات الرئيسية يبقى الدولار تحت الضغط لما يكون في ريسك أون أتيتيود ويكون في شهية لأخذ المخاطر، نرى أنه بيكون في تراجع على ما نسميه بالملذات آمنة، والدولار إندكس يقف على هذه اللائحة. لاحظوا الآن إحنا بنتداول عند 16 النقطة المئوية من التراجع في انتظار تفاصيل اجتماع الفد اليوم. أنصة الذهب أيضا نلقي نظرة عليها في ظل هذه التداولات، التداولات كبيرة في على مستوى كل الأسيت كلاسز. الذهب الآن بيتداول عند 1918 دولار. على كل، للمزيد حول ما يجري بالأسواق وما هي السيناريوهات اللي كل المستثمرين والمتداولين بيحاولوا أن يحتسبوها في الأسواق، تنضم إلي من لندن زميلتي كارينا كامل. كارينا أهلا بك. الآن ربما السيناريو واضح، للآن لربما هذه الانسيرتينتي اللي كانت أنه من سوف يفوز، هل هو ترامب أو بايدن، اتضحت الصورة بمساء يوم أمس، وبالتالي ما هو السيناريو الأفضل؟ من هو الخاسر الكبير إذا ما بايدن فاز بالرئاسة؟ ومن هو أكبر الرابحين إذا ما بايدن أيضا فاز بالرئاسة؟ فقط هنا نوضح فاطمة أنه الأمر يعني حتى إن بدأ الطريق مفتوح أمام بايدن للوصول إلى البيت الأبيض، الأمر لم يحسم رسميا. صحيح. والفكرة الأساسية هي أنه بايدن أمامه عدة طرق للوصول إلى البيت الأبيض من خلال الولايات المتبقية التي لم يتم فرز كل الأصوات فيها، ولكن الطرق المتبقية أمام الرئيس ترامب أصبحت ضئيلة جدا. ربما هذا هو الواقع الذي نشهده في الوقت الراهن، وبالفعل الأسواق تحتسب فوز بايدن واحتفاظ الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ. هذا الجمود المتوقع على صعيد السياسة الاقتصادية وطبعا السياسية كذلك يعني تعتبر الأسواق إيجابي. أنت تحدثتي لماذا؟ وبالتالي للرد على سؤالك، ما هي القطاعات التي تكون الأكثر استفادة من الرئيس بايدن؟ أولا الكل يعرف طبعا أنه هو من أنصار الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وبالتالي لاحظنا حتى يوم أمس أنه أسهم شركات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ارتفعت بقوة. ثانيا قطاع البنى التحتية من القطاعات المستفيدة بشكل كبير. لماذا؟ بايدن والحزب الديمقراطي يؤيدون خطة دعم للاقتصاد الأمريكي ضخمة جدا تتجاوز 2.2 تريليون دولار أمريكي، وحتى إن صعبت عملية تمرير هذا التشريع في الكونغرس بسبب معارضة الجمهوريين في السنت، إلا أن ستكون هناك عزيمة كبيرة من قبل البيت الأبيض للتمرير هذا هكذا دعم، وبالتالي الإنفاق على البنى التحتية لتنشيط عجلة الاقتصاد، وبالتالي أسهم شركات البنى التحتية من الممكن أن تستفيد. ثالثا المواد الأساسية الماتيريالز، لأنه يعني يرى المستثمرون أنه جو بايدن لن يتبع نفس السياسة المعادية للصين مثلا في الملف التجاري، وربما سيكون هناك تهدئة على هذا الصعيد، وبالتالي العودة لتحسين العلاقات التجارية مع بعض البلدان، وبالتالي هذا سيعود في مصلحة أسهم شركات المواد الأساسية وزيادة الصادرات. ربما أكبر الخاسرين بالطبع هي الأسهم البنكية التي قد ربما تشهد المزيد من الرقابة، وطبعا أيضا شركات الدفاع، ولكن الملفت أنه أسهم شركات الدفاع ترتفع اليوم على خلفية فوز الجمهوريين بالسنت. ربما لن يتمكن بايدن من تقليل الإنفاق على الدفاع، فريثون، لوكيد مارتن، كل هذه الأسهم ارتفعت يوم أمس في الولايات المتحدة. حتى أسهم شركات الأدوية جونسون أند جونسون، ميرك، فايزر كذلك ارتفعت، أنه ربما السنت سيحد من السياسات التي يود إقرارها. أخيرا ولكن ليس آخرا، أهم قطاع طبعا التكنولوجيا. يوم أمس كان في ارتفاعات في نطاق 4% على أمازون وألفابت وغيرها من الأسهم القيادية في مجال التكنولوجيا، تواصل الارتفاع اليوم، وكأن فاطمة فوز بايدن بالبيت الأبيض مع احتفاظ الجمهوريين بالسنت كأنه أفضل الأحوال أو best of both worlds، لأنه سيكون هناك دعم كبير، ولكن سيكون هناك أيضا تقليل في
الرقابة المتشددة والضرائب المتزايدة على الشركات. هذا هو السيناريو الأفضل ربما اللي بتفضل الأسواق، أنه بايدن يأخذ الرئاسة والسنة يبقى تحت الجمهوريين أو ريبابليكنز. الفيد بينهي اجتماعه اليوم، وبالتالي ماذا يمكن أن نتوقع؟ كنا تحدثنا مطلع الأسبوع أن هناك احتمال تقريبا 30% أنه تصدر نتيجة الاحتياطي الفيدرالي والاجتماعي في 7 مساء بتوقيت غرينتش من دون أن تكون اتضحت الصورة بالنسبة للانتخابات، وهذا بالفعل أصبح أمر وارد. فإن كان بالفعل لم يتضح بعد من هو الفائز، بلا شك الفيدرالي سيود أن يعني يتوخى الحذر، ولكن نحن ننتظر أيا كانت النتيجة أنه يكرر الفيدرالي ما قاله في اجتماعه السابق، وهو أنه مستعد لتوفير كل الدعم اللازم لدعم الاقتصاد، ولكن ربما لن يفجر أي قنابل أو أي مفاجآت كبيرة في ظل الجو المسحول، ولن يضيف ربما إلى الإثارة التي نعيشها في الوقت الراهن. بنك إنجلترا على 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 عكس الفيد ربما أعطانا جرعة إضافية من التيسير الكمي، 150 مليار جنيه استرليني، ليصل إجمالي التيسير الكمي هنا في المملكة المتحدة إلى 895 مليار جنيه استرليني، يعني تجاوزنا التريليون دولار. وطبعا الكل يعرف انه اليوم بدا اللوك داون الجديد في بريطانيا، وتوقعات بانكماش شديد على مدار السنه الجاريه. ولكن على ما يبدو من حسب ما قرات بمواقع السوشيال ميديا انه هذا اللوك داون مختلف بعض الشيء واحسن من الاغلاق اللي سبقه في مارس الماضي. كارينا كامل من لندن، شكرا جزيلا لك. إذن مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئيسي، ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين. ارتفعت أيضا معظم العملات أبرزها الروبية والإندونيسية والروبل الروسي. ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ب 2% وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018. ترحب الأسواق الناشئة بفوز بايدن لأنه سيسمح للمشرعين بتمرير خطة تحفيز أمريكية وتقليل أيضا عدم اليقين الجيوسياسي بما في ذلك التوترات التجارية مع الصين. إذن الأسواق الناشئة لربما تحاول أن تحتسب السياسة الخارجية للظروف الجيوسياسية بمعظم المناطق خارج الولايات المتحدة، وهذه النظرة على أداء أبرز العملات بالأسواق الناشئة. استعادت العملة المشفرة الأكبر في العالم بيتكوين أجواء الرالي التي عاشتها في مراحل سابقة وسط أجواء الغموض في نتائج الانتخابات الأمريكية والإغلاقات في أوروبا، والذي يدفع المستثمرين إلى تنويع محافظ استثماراتهم. جذبت البيتكوين استثمارات مؤسسية من قبل شركات أمريكية للخدمات المالية مثل سكوير أند بول تودر جونز. بالإضافة إلى ذلك استخدم بنك جي بي مورغان تشيس عملة جي
بي ام كوين لإتمام دفعة للمرة الأولى. أيضا الآن باي بال تتحدث أنها تقبل باستخدام البيتكوين لإتمام المدفوعات على الباي بال. إذن لاحظوا البيتكوين الآن بيضيف حوالي 4.8%. إذن نحن مستمرون مشاهدينا بسماع مختلف الآراء من حيث الحركة على الأسواق وما يجري من الجهة الأخرى، وهو السباق الرئاسي الأكثر تشويقا في العالم. ينضم إلي مباشرة من كوبنهاجن ياسر الرواشدي، وهو رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بانك. ياسر أهلا بك، نحن نراقب آخر التطورات بما يخص السباق الرئاسي ما بين دونالد ترامب وجو بايدن. ما هو تغيير النتيجة الآن؟ تغيرت تماما. احنا في 3 نوفمبر كنا بنشوف انه دونالد ترامب هو اللي يقود هذه الأرقام، هو اللي عنده الأكثر شعبية في ولايات كانت مفاجأة مثل فلوريدا مثلا، وانقلبت الصورة تماما بمساء يوم أمس الأربعاء، وبالتالي نحن نتحدث عن الكثير من المفاجآت يمكن أن نراها مستمرة. تخيل اللي صار. طبعا هي صار قبل الانتخابات، كان متوقع يكون في بلو ويف بحيث انه بايدن يفوز، وكان السنت ايضا متوقع يصير ديمقراطي. في يوم الانتخابات تغيرت الصورة، كل البولز أثبتت مرة أخرى إنها سلبية كانت، أو ما كانت عندها نفس الإمكانية أو عادة اللي شفناها ب 2016. فطبعا بتغير السيناريوهات، لأنه بايدن بيختلف من ناحية ترامب، من ناحية السياسة اللي راح يتبعها. ترامب بجوز أكثر ضد الجلوبلايزيشن، بينما بايدن ممكن يكون شوي سياسته بتختلف. بايدن عماله حديث عن فيسكال ستيمولس، بينما ترامب بجوز تركيزه أكثر إنه ما يتم رفع التاكسز. فكل هاي الشغلات طبعا بتغير بالنسبة للشركات الأمريكية، في منها عماله بيستفيد. فشفنا نوع من التغير لما شفنا البولز، هاي كانت أخطأت تماما. لكن حاليا عمالنا بنشوف بأنه البلو ويف ما راح تصير، السنت راح يبدو انه راح يستمر في يد الجمهوريين، ويبدو بانه ترامب بايدن هو اللي راح يفوز. بقي نيفادا اللي هي ست اصوات الكترال كوليدج، ووقتها ممكن يفوز. طبعا الريسك الاساسي اللي احنا بنشوفه حاليا، طبعا الاسواق عماله بتنتعش لانه نوعا ما سياسه عدم اليقين شوي بجوز مش ريسك زي ما كان متوقع، لكن اتخيل انه ما زال الريسك موجود، لانه كيف راح يتصرف ترامب بالنسبه للنتيجه هاي؟ هل راح يتقبلها؟ عماله راح يرفع قضايا في 4 ولايات، فهذا الريسك الاساسي اللي عماله بنشوفه. هل هذا بيخلينا هذا هو اللي بيفسر انه في ريسك اون اتيتيود ما بين الانفسترز، والرالي لا زال مستمر بول ستريت على مختلف الاسيت كلاسز؟ ياسر اتخيل انه الريسك اون اللي بنشوفه حاليا، انه في حال انه بايدن صار رئيس للجمهوريه والسنت بيد الجمهوريين، ما راح نشوف اي تغير سياسي رئيسي. في نهايه اليوم ما بتخيل لو ترامب فاز او بايدن راح يتغير الريسك اون سنتمنت. طبعا اتخيل هي اهم شيء بالنسبه للسنت، ايضا جدا مهمه، لكن عماله من اتخيل الريسك الاساسي اللي نحن ممكن ندخل فيه اللي هي الاشهر الشهر او الشهرين القادمين. في عام 2000 لما كان في المشاكل في فلوريدا، كان في فقط بولايه واحده، عمالنا بنحكي حاليا امكانيه انه ندخل 4 ولايات وين تدخل في المحاكم، كيف راح يكون تاثيرها بالنسبه للسياسه؟ طب هنا السؤال ياسر، لماذا الاسواق لا تحتسب هذا السيناريو مع انه شفنا تغريدات ترامب واللي تويتر مسحتها، تشكيك في التصويت، مطالبه اعاده فرز الاصوات في بعض الولايات، وايضا القول بشكل واضح انه فريق ترامب حيلجا للمحكمة العليا لأنه يشكك في النتائج، وبالتالي هذه بنتحدث عن عبارات جدية جدا، لماذا لا نراها بالأسواق؟ خرجت من ميتش ماكونيل، كان نوعا ما ايجابي بالنسبه للستيمولس، فهي بتخيل هي الاسواق عمالها بتركز عليها، وانه بجوز في نهايه اليوم يضطر انه في حال انه كان فاز في نيفادا وفاز في جورجيا، على سبيل انه هو قريب جدا في جورجيا، بصير وقتها انه صعبه انه يكون في شك بالنسبه لنتيجه الانتخابات. فتخيل انه هاي هي الشغله الاساسيه حاليا، وهي الاستمرار في السياسه اللي بيقوموا فيها، والتركيز اكثر راح يكون على الفيدرالي في الظروف اللي نحن بنمر فيها حاليا، لانه ذا سنت ما بيقدر انه يتفق مع الرئيس البريزيدنت، راح يكون اضطر اللي هو الفيدرالي هو يكون يستمر في يعطي الدعم. وهي هي الاسواق بشكل عام بتنتعش بناء عليها، لكن طبعا في شركات او قطاعات عماله بتستفيد اكثر من غيرها بناء على انه السنت ما زال موجود بايد الجمهوريين، والقطاعات اللي هي الرينيوبل انرجي
التكنولوجي فرضا راح تكون ما راح تتحسن مثل ما كان متوقع لو كان في البلو ويف الموجود. ياسر الرواشد رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، شكرا جزيلا لك. نأخذ فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. أسعار النفط تعكس اتجاهها نزولا بعد مكاسب متواصلة لثلاث جلسات وتغطيتنا مستمرة لكيف سوف تقرأ الأسواق نتائج الانتخابات الأهم في العالم، الانتخابات الأمريكية. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. إذن قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط تراجعت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير. تراجعت مخزونات النفط بثمانية ملايين برميل، فيما توقع المحللون زيادة بحدود 900,000 برميل. إذن فعلا نتحدث عن أرقام مفاجئة للمخزونات الأمريكية. برنت الآن يتراجع بعض الشيء، يتداول لازال قريب من 41، والنايمكس بالكاد يخسر حوالي 1%. يعني الملخص اللي نقدر نشوفه من أسعار النفط إنها متماسكة في ظل التغيرات السريعة اللي بتصير على نتائج الانتخابات. بايدن الآن عنده 264 نقطة، ترامب عنده 214، يعني لبايدن يفصلوا 10 نقاط لكي يصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة لأربع سنوات. لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من الظهران الدكتور يوسف الشمري، رئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن. يوسف أهلا بك. كان هناك تخوف كبير في مراقبي أسواق النفط أنه إذا ما رأينا إشارة أنه بايدن حيفوز بالانتخابات حنشوف تراجع كبير في النفط، وهذا لم نلمسه على الأرض، لم نلمسه على تداولات أسعار النفط. أسعار النفط لا زالت تركز على الأساسيات في السوق وعلى أرقام المخزونات وغيرها من ما يجب التركيز عليه. وبالتالي سؤالي الأول لك، لماذا مع الرغم أنه الآن الصورة بدأت واضحة لم يتم حسمها بعد والنفط لا زال متماسك؟ أهلا وسهلا أخت فاطمة. في الحقيقة حسب ما بينت في سؤالك، يعني هو الأسعار لا زالت متماسكة، وأعتقد أنه في الحديد من التحاليل اللي سمعتها كان هنالك بعض يتوقع أنه انخفاض سعر النفط من 5 إلى 10 دولار. أنا كنت دائما يعني ضد هذه التوقعات. ليه؟ لأنه كثير ناس خلطوا بين مسألة الاتفاقية باريس والأسعار النفط. يعني صحيح أن بايدن مشهور عنه أنه راح يرجع اتفاقية باريس، وأعلنها في تغريدة اليوم أنه خلال 77 يوم من وجوده في الرئاسة حيعيد الانضمام للولايات المتحدة اتفاقية باريس. لكن في المجال في المسألة الأخرى أنه بايدن أيضا أعطى عهود أنه يوقف تصاريح شركات الزيت الصخري، وبالتالي هذه قد تحدث نوع من السيلينج أو نوع من الحد لنمو الزيت الصخري، بالتالي هذا ينعكس على الأسعار، لأنه في ظل نمو الطلب على النفط خصوصا بعد تعافي العالم من أزمة كوفيد 19 خلال 4 سنوات القادمة، إذا انخفض إنتاج الزيت الصخري أتوقع نرجع السيناريوهات أنه الأسعار تزيد بأكثر من المستويات اللي نشاهدها حاليا، فهذا قد يسبب في نقص في الإمدادات يعني بالاختصار. إضافة بايدن قد أيضا يضع حل بين الولايات المتحدة والصين، وهذا يعجل في نمو الطلب في أو نمو الاقتصاد الصيني، بالتالي هذا ينعكس إيجابيا على أسعار النفط. هذه اللي هي العوامل المهمة قد تأخذها الأسواق بصفة إيجابية، وهذه الأسباب اللي نشوفها حاليا أن الأسعار لا زالت متماسكة بالرغم من تقدم بايدن على ترامب في السباق الرئاسي. طيب خلينا نوقف عند اتفاق باريس. بالطبع الولايات المتحدة انسحبت بيوم 3 نوفمبر، يعني مع بداية التصويت للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسمعنا الكثير من التعليقات من شخصيات سياسية مهمة من أوروبا تعبر عن استيائها لانسحاب الولايات المتحدة من ذلك. الآن ربما القصة حتروح كما ذكرت للسيناريو الأرجح إذا ما شفنا بايدن في رئاسة البيت الأبيض، أنه حترجع الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقية. برأيك هذا لن يغير من ما يجري على النفط من شيء؟ اتفاقية باريس هي تبغى يعني الهدف منها هو وضع حد لانبعاثات الغازات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في عام 2030، وإحداث يعني نوع من زي ما تقول نت زيرو كاربون، اللي هو خلاص الانبعاثات ما تزيد بأي كمية بحلول عام 2050، حتى تكون درجة ارتفاع حرارة الأرض
ما تزيد عن 1.5 درجة مئوية. لكن التركيز على تحقيق هذا الهدف، الهدف اللي هو الأهم عامل فيه اللي هو الانتاج المركزي للكهرباء، وهنا راح الأكثر ما يتأثر في هذا الهدف اللي هو صناعة الفحم. فالنفط حاليا متوجه أكثر شيء لقطاع النقل. إذا كان هنالك مثلا تركيز على السيارات الكهربائية أساس لتحقيق أهداف باريس، يحتاج أنه المصدر اللي تستهلك منه صناعة أو السيارات الكهربائية مصدر الطاقة يكون جاي من الطاقة المتجددة. الأهداف الحالية اللي وضعتها الدول للطاقة المتجددة من الإنتاج المركزي للكهرباء غير كافية أنها تحقق 100%. لذلك أنا لا أتوقع في خلال 10 سنوات القادمة، وبايدن أيضا فترة رئاسته فقط 4 سنوات، فلا أعتقد أنه قد سيحدث نقلة كبيرة في تحقيق أهداف المناخ خلال 4 سنوات. أعتقد المسألة يبغى لها أقل شيء 10 سنوات حتى نتمكن من إحداث نوع إحداث جذري في صناعة النقل. طيب يوسف، خلينا نسأل السؤال الثالث واللي هو أيضا مطروح في صناعة النفط، أنه إذا ما جو بايدن فاز بالانتخابات يمكن يكون ألطف مع إيران، وبالتالي يعود النفط الإيراني إلى السوق ويعود إلى معادلة العرض والطلب، يكون عندنا أوفر سبلاي في السوق، وأوبك بلس بطبع تعمل جاهدة لكي تجعل الصورة متوازنة ما بين العرض والطلب. إذا ما هالسيناريو تحقق، أين يمكن أن نرى النفط؟ فعلا هذا سيناريو آخر، لكن لاحظنا لازالت الأسعار متماسكة. في نظري البرنامج النووي الإيراني حاليا ليس هو كما كان عام 2015 عندما أحدثت اتفاقية الجي سي بي أو إي أو أي مع وكالة الطاقة الذرية. صار هناك تغييرات كبيرة في البرنامج النووي الإيراني حسب التقريرات اللي جالس تصدر من وكالة الدولية للطاقة الذرية. فأنا لا أتوقع في نظري الشخصي أن يكون هناك اتفاق جديد بين القوى الغربية وإيران في خلال فترة قصيرة. نعم. السبب أنه البرنامج النووي الإيراني جدا تغير. نعم. حتى لو رجع النفط الإيراني، عملية إعادة إنتاج من الحقول نفسها. نعم. تأخذ بعضا من الوقت. يوسف الشمري، وقت انتهى. الرئيس التنفيذي لسي ماركس لندن، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، وإلى أحدث البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة في ظل ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية. تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة لأول مرة منذ 3 أشهر بنسبة 4.7% إلى 64 مليار دولار في شهر سبتمبر. يأتي ذلك على خلفية ارتفاع صادرات فول الصويا والسلع الرأسمالية مثل معدات الاتصالات، إلى جانب انخفاض واردات السلع الاستهلاكية. أشار تقرير لـ ADP Research Institute إلى زيادة عدد الوظائف الأمريكية ب 365 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو ما جاء دون متوسط توقعات المحللين والبالغ 643 ألف وظيفة. يأتي ذلك وسط تفشي جائحة كوفيد وتباطؤ تعافي سوق العمل، الأمر الذي يضغط على إيرادات الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والسفر مع غياب وجود حوافز مالية إضافية. وأيضا في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الظروف الراهنة، أتت نتائج الشركات الأمريكية المدرجة أفضل من التوقعات. تراجعت الأرباح والمبيعات بوتيرة أقل من الوتيرة التي توقعها العديد من المحللين. التفاصيل في التقرير التالي. موجة كورونا الثانية والانتخابات الأمريكية وعدم الاتفاق بشأن حزمة تحفيزية، جميعها عوامل ساهمت بتوقعات متشائمة فيما يخص نتائج الشركات الأمريكية. ولكن رغم كل هذه الظروف، أتت نتائج الربع الثالث من هذا العام أفضل من التوقعات، إذ تراجعت الأرباح والمبيعات بوتيرة أقل من الوتيرة التي توقعها العديد من المحللين. وأظهرت البيانات أن ربحية السهم التي أعلنت عنها 63% من الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 جاءت أعلى بنحو الخمس عما توقعه المحللون قبل أسابيع عدة، إلا أنه من المتوقع انخفاضها 10% عن الفترة المماثلة من عام 2019، علما أن بعض الشركات لم تعلن بعد نتائجها. كما أظهرت البيانات أن مبيعات الشركات أتت أعلى بنسبة 2.8% عما توقعه المحللون، إذ يأتي ذلك بدعم من شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها فيسبوك وأبل. إلا أن حالة عدم اليقين نتيجة الظروف الراهنة ما زالت هي
السائدة في الأسواق الأمريكية التي لم تستجب مع هذه الأرقام المتفائلة، إذ شهدت بعض أسهم الشركات الكبرى بعض التراجعات بما فيها أسهم فيسبوك وأبل وجي بي مورغان. ومن جهة أخرى، أشار دويتش بانك إلى أنه بعد أن بدأت الشركات الأمريكية بالإعلان عن أرباح الربع الثالث من هذا العام، ظهر بعض التفاؤل على المدى الطويل، حيث زادت توقعات الربحية للربع الرابع من هذا العام في المتوسط بنسبة 0.6%. سعى حمدان، العربية. للمزيد حول الأسواق العالمية وكيف نستثمر في ظل هذه الظروف المليئة بالإثارات والمفاجآت، ينضم إلي من دبي أحمد كمال، وهو مدير الاستثمار في أزيموت مصر لإدارة الأصول. أحمد، أهلا بك. أكيد تتابع مثل ما يتابع العالم آخر مستجدات وأرقام الانتخابات الأمريكية، تحدد الكثير من لربما مصير الأسواق والدول أيضا. استثماريا، كيف يمكن أن نركب هذه الموجة ونتحوط من أسوأ السيناريوهات؟ مساء الخير. طبعا الأداء الأسهم الحقيقة كان أداء مفاجئ، يعني سواء امبارح أو النهاردة في رالي كبير قوي في الأسهم الأمريكية رغم الحدوتة بتاعت الانتخابات والمخاوف الكبيرة. يمكن عشان نقدر نفهم يعني هل ليه الأداء بتاع الأسهم بقالنا النهاردة والفيوتشرز وامبارح قوي جدا رغم المخاوف بتاعة الانتخابات والموجة الثانية بتاعة كورونا والسكند لوك داونز وهذه الحدوثة، يعني مع نهايات سبتمبر وبداية أكتوبر كانت الأسواق بتستعد أنه جو بايدن يبقى عامل اكتساح كبير في نتائج الانتخابات وأنه السنت هيبقى ديمقراطي بالإضافة طبعا للهاوس، وكانوا بناء على كده متوقعين أن في حزم تحفيزية كبيرة من الكونغرس وتأثير الكلام ده على التضخم وعلى عائدات. وهذا السيناريو الآن استبعدناه لأنه السنة مقسوم وبالأرجح يكون بالزبط. جمهوري بالضبط. وعشان كده تفسير اللي حصل، يمكن الأسواق كانت متبنية حاجة اكتساح جو بايدن، هوافر أنه مع ذلك الأداء بتاع الأداء الانتخابي امبارح كان في تايت ريس أو في منافسة قريبة جدا بين ترامب وبايدن في الانتخابات الرئاسية، والسنة بقى أكتر مايل ناحية الكونغرس. رغم كده الأسواق واضح أنها تجد مبررات للصعود، لأن الحدوتة الأكبر في الأسواق السنة دي واضح أن هي أن معدلات الفايدة القليلة جدا بتخلي المستثمرين يدوروا باستمرار على الفرص الاستثمارية، واضح أن سوق الأسهم مازال جاذب جدا given إن أو بما أن أسعار الفايدة قليلة وبما أن الفيدرالي الأمريكي متوقع أنه يحافظ على معدلات الفايدة منخفضة لشكل طويل. وبالتالي رغم أنه الاكتساح الديمقراطي اللي احنا كنا بنتكلم عليه أو كنا متخيلينه من شهر فات اتحول أنه جو بايدن من المتوقع أنه هو يكسب، لكن هيبقى معاه سنة من الجمهوريين، إلا أن ده ورغم تأثيره السلبي أنه يمكن الحزم التحفيزية ما تبقاش كبيرة، لكن ده خلى الأسواق تبتدي تتوقع أنه الكرة مرة تانية تتنقل لملعب الفيدرالي، ملعب المونتري بوليسي أو السياسة النقدية. نعم. الناس ابتدت تبقى متوقعة أنه ممكن يبقى فيه حزم تحفيزية من قبل السياسة النقدية، ميبي يحصل قرار في أسعار الفايدة أنها تنزل للمنطقة السالبة، وده هيبقى حدث كبير، ميبي هم يلجأوا للتحكم. طب في أحمد، هل تتوقع أن تستمر شهية أو ارتفاع شهية أخذ المخاطر وهذه الريسكونج أتيتود ما بين المستثمرين، مع الرغم أنه سمعنا الكثير من التصريحات من دونالد ترامب أنه حيرفض نتائج الانتخابات وأنه لجأ فعلا نجأ للقضاء في نتائج بعد الانتخابات، طلب بإيقاف فتح الظروف اللي فيها الأصوات اللي جات عبر البريد، وبالتالي هل كل ما سمعناه من دونالد ترامب يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ونكون حذرين استثماريا بعض الشيء؟ طبعا فكرة أنه يبقى الموضوع يطول معانا وأنه يبقى فيه طعون على الانتخابات وأنه تسليم السلطة في الولايات المتحدة يتأخر، ده احتمال قائم جدا، لكن زي ما قلت لحضرتك هو الفترة دي واضح أنه مازال الفوكس أو التركيز بتاع المستثمرين على الجانب الإيجابي، فواضح أنه بيجد مبررات للصعود. يمكن حتى جو بايدن هو جاي ومعاه الريبوبليكنز في السنت، لكن الناس متخيله انه ده هيصعب مهمه جو بايدن، ان هو كان برضه بيخطط ان هو يرفع الضرائب على الكوربريت، فاكوردنج للناس ما زالت الفوكس على الحته الايجابيه.
طبعا لو الموضوع تطور وان ابتدى دونالد ترامب ياخد القصه ناحيه المحكمه الدستوريه وابتدى يبقى فيه تاخير في تسليم السلطه وتاخير في البروسيس نفسه، طبعا الكلام ده من الوارد جدا ان هو يقود لكوركشن في الماركت. نعم. سواء في امريكا او عالميا. طيب على مستوى السله الاستثماريه هل نبقى بولش على الاسهم والاكويتي؟ والله جيفن يعني اعتقد انه على المدى المتوسط اداء الاسهم هيكون مدعوم زي ما اتفقنا انه غالبا البنك الفيدرالي هيضطر ان هو يتدخل بما ان في ازمه من ناحيه السياسه الماليه ومش هيبقى في قدره لجو بايدن ان هو ينفذ او يمرر حزمه التحفيز اللي هو كان بينتوي يعني ان هو يمررها، فبالتالي اعتقد ان دعم البنك الفيدرالي هيقود ل هيشجع اكثر الاستثمار وهيشجع اكثر الاداء بتاع اسهم المخاطر، مع الاخذ في الاعتبار طبعا زي ما كنا بنتكلم انه لو البروسيس بتاع تسليم السلطه طول ممكن يبقى عندنا كوركشن على المدى القصير. احمد كمدير استثمار في ازيموت، ما هي ابرز الاسئله اللي بتجيك من المستثمرين؟ الكل قلق، الكل متابع اخر المستجدات بالانتخابات، واكيد اسئله كثيره اتتك. طبعا يعني طبعا فكره تاثير الانتخابات الامريكيه على الاسهم في المنطقه يعني ده حاجه من الحاجات اللي دايما بتجي لنا كاسئله من الانفسترز، واعتقد انه زي ما اتكلمنا في تاثير ايجابي ممكن يجي من ان الفد يتدخل ويعمل وينزل اسعار الفايده اكثر للمنطقه السالبه او ان هو يعمل يلد كيرف كنترول، فده يدي سبورت شويه للاسواق الناشئه ومنها اسواق المنطقه سواء الخليج او السوق المصري. وفكره كمان انه عندنا يعني كان السياسه النقديه بتاعت مصر الفتره اللي فاتت احنا شفنا تخفيض مفاجئ لاسعار الفايده في سبتمبر، ممكن لو الفاد ابتدى يتكلم بشكل ان هو مره ثانيه يبتدي يتدخل في السياسه النقديه ويبتدي ينزل اسعار الفايده او يعمل يلد كيرف كنترول، ده ممكن يشجع البنك المركزي مثلا في مصر ان هو ينزل الفايده مره ثانيه، لانه وقتها ممكن يبقى مش خايف اكتر من الهوت ماني تخرج جيفن انه اسعار الفايده عالميا قليله، فحتى لو البنك المركزي في مصر مثلا نزل او 1 او 2% هيظل العائد على الادوات الدين بتاعت مصر جاذبه، وده يمكن يديله السبورت ويشجع القرار اللي ممكن ياخده، وده طبعا هيبقى مهم، قرار هيبقى كويس جدا لحاجه زي الاسهم في مصر. اذا جاذبيه على مستوى ادوات الدين، جاذبيه على مستوى اسهم المصريه، ماذا عن باقي الاسواق العربيه احمد في ظل الظروف الايجابيه اللي تحبدها الاسواق وهي اسعار فائده متدنيه؟ طيب على مستوى الاسواق العربيه زي ما قلنا هو في الاخر الاسواق العربيه جزء من الاسواق الناشئه، الاسواق الناشئه ممكن تستفيد من وجود جو بايدن جيفن انه الوتيره بتاعت الحروب التجاريه ممكن تهدى شويه، وده شفناه اليوان الصيني النهارده بيعمل مستوى اعلى مستوى في 52 اسبوع، فممكن يبقى السنتمنت او احساس المستثمرين ناحيه الاسواق الناشئه كويس، ومنها اسواق الخليج. الحته الجانب السلبي ممكن يجي من ناحيه البترول شويه. نعم. ممكن ترامب ممكن جو بايدن يبتدي يرجع مره ثانيه لاتفاقيه المناخ، فالكلام ده يقلل شويه الديماند بتاع امريكا، لكن على الاويل ممكن يبتدي شويه يشيل المحاظير على تصدير البترول من دول زي فنزويلا وايران، فبرضه الاوفر سبلاي ده ينزل شويه اسعار الاويل، فالموضوع يكون في تاثير نيجاتيف. لكن هي الفكره انه لو هياخد قرار في اتفاقيه المناخ او في اي حاجه غالبا الكلام ده هيبقى لازم مشروط بموافقه الريببليكنز من السنت، والكلام ده مش هيبقى سهل. صحيح. احمد كمال مدير الاستثمار في ازيموت مصر لاداره الوصول، شكرا جزيلا لك. إذن استفتاءات الرأي التي تحاول التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية أظهرت عدم جدواها في السنوات الأخيرة، فما الذي جرى وكيف تعمل؟ نتابع. الانتخابات الأمريكية الحالية وتلك التي سبقتها أظهرت الفجوات في صحة استفتاءات الرأي التي تحاول التنبؤ بالنتائج، مع العلم أنها كانت في السابق مقياساً دقيقاً يعتمد عليه. فمن الواضح أن السباق الرئاسي الحالي بعيد جداً عن فوز ساحق لصالح بايدن كما أشارت استطلاعات الرأي، وإنما خلص إلى منافسة شديدة بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي. كذلك انتخابات 2016 والتي توقعت فوز هيلاري كلينتون أثبتت عدم صحتها بعد أن فاز ترامب بولايته الأولى، فما الذي حدث؟
دخول عدد كبير من اللاعبين إلى ساحة الاقتراع السياسي من شركات خاصة وجامعات زاد المنافسة، فيما أدى تطور التكنولوجيا وتزايد متطلبات الجيل الحالي لبيانات آنية في عصر الإنترنت إلى تصعيب عملية إجراء الاقتراع مقارنة مع السابق. فظهور خدمة التعريف بالمتصل أو كولر آي دي على الهواتف مثلاً أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يردون على الهاتف من متصل غير معروف. كذلك يتسارع القائمون على استطلاعات الرأي لإجراء هذه الاستطلاعات السياسية بهدف إثبات صحة تقييماتهم وتسليط الضوء على قدراتهم بهدف الشهرة والاستفادة في المستقبل من بيع البيانات والأبحاث للشركات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراع هو عمل مكلف إلى حد ما، فاستطلاع آراء 1000 شخص يكلف نحو $50,000، معظمها تكلفة اليد العاملة. ويرى العاملون في القطاع أن نظام الاستفتاءات السياسية لم يعد صالحا ويجب أن يخضع لإعادة هيكلة تامة. مايا جريديني، العربية. نأخذ فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. السياسات الضريبية تتصدر قائمة الملفات التي يهتم بها الناخب الأمريكي. إذن مشاهدينا أهلا بكم مجددا. تغطيتنا للانتخابات الرئاسية، الشق الاقتصادي، شق الأسواق وشق الاستثمارات مستمر معنا بقسم الأسواق العربية. نبقى دائما في الولايات المتحدة حيث تتركز خطة بايدن الضريبية على إنقاذ الأمريكيين ذوي الأجر المتوسط وبالتالي زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، فيما تقوم خطة ترامب على تخفيض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إذ يرى أن هذه الخطوة ستسهم بلا شك في تحفيز النمو الاقتصادي. نقارن. This will be great for jobs. It'll be fantastic for the middle-income people and for jobs. It'll also benefit lots of other things. Raising somebody who's making $1 billion a year, it's not a problem if they pay 39.6%, which everybody should pay. Raise another $90 billion. لا شك أن السياسة الضريبية تتصدر قائمة القضايا التي يهتم بها الناخب الأمريكي والتي قد تؤثر بلا شك على تصويته. عدد كبير من الأثرياء والمستثمرين اتجهوا نحو اتخاذ إجراءات احترازية خوفاً من فوز بايدن في السباق، والسبب هو أن خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن تقوم على إنقاذ الطبقة الوسطى وإلزام الشركات والأمريكيين الأثرياء بدفع المزيد من الضرائب لزيادة الدخل للحكومي، ما يلغي التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017. بايدن اقترح زيادة الضرائب على الأجور التي تتخطى $400,000 من 37% إلى 39.6%، علماً أن 90% من دافعي الضرائب لا تتجاوز أجورهم السنوية $400,000. وبموجب خطته سيرتفع معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، وسيفرض بايدن في حال فوزه ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الدخل المسجل للشركات الكبيرة، كما سيضاعف معدل الضريبة على الأرباح التي حققتها فروع الشركات الأمريكية خارج الحدود إلى 21%. ومن المتوقع أن تجمع خطة بايدن الضريبية ما بين تريليوني وعشرة تريليونات دولار على مدار العشرة أعوام المقبلة. أما ترامب فيريد خفض الضرائب على الأجور، خاصة أجور الأمريكيين ذوي الدخل المتوسط. ومن جهة أخرى يشجع الرئيس الأمريكي خفض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إذ يرى أن ذلك سيزيد حتماً من عدد الوظائف في بلاده. ويعتقد ترامب أنه من الممكن تخفيض معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من 20% إلى 15%. برأيه أن القيام بذلك سيحفز النمو الاقتصادي في البلاد. ومن جانب آخر حذر الرئيس الأمريكي من زيادات ضريبية على الشركات التي لا تنقل الوظائف إلى الولايات المتحدة من الخارج، علما أنه في ولايته الأولى فرض أكثر من $80 مليار من الزيادات الضريبية بشكل تعريفات جمركية. سعى حمدان، العربية.
والآن إلى مجموعة من الأخبار في المنطقة. نبدأ من السعودية، حيث استحوذ صندوق الاستثمارات العامة PIF على حصة تقارب 2% من ريلاينس ريتيل فنتشر مقابل $1.3 مليار. تأتي هذه الخطوة بعد استحواذ PIF على حصة 2.3% من جايو بلاتفورم التابعة لشركة ريلاينس. تدير ريلاينس ريتيل فنتشر التابعة لريلاينس تدير أكبر شركة تجارة للتجزئة سريعة النمو في الهند، حيث تخدم أكثر من 640 مليون مستهلك في أكثر من 12,000 فرع تابع لها في الهند. أيضا أعلنت شركة الجدية عبر حسابها على موقع تويتر عن تعيين فيليب غاز رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة اعتبارا من 29 من هذا الشهر. عمل غاز قرابة 30 عاما في مجموعة ديزني، وساهم في تأسيس مدينة يورو ديزني في باريس عام 1992، كما شغل منصب رئيس كل من ديزني اليابان وديزني باريس. قال غاز أن تجربة العمل في مشروع الجدية تمثل فرصة استثنائية، وأن المشروع سيساهم في إحداث تغيير في صناعة الترفيه في المنطقة بكلها. وهذه نظرة على أسواق منطقتنا من حيث الإغلاقات. مؤشر سوق الأسهم السعودية متماسك عند 8089 نقطة. لازلنا نسمع ونحلل نتائج الشركات هناك. على مستوى الأسواق الإماراتية، إغلاقات تبقى ثابتة دون 1%. دبي يضيف 13 النقطة المئوية، بينما أبوظبي يرتفع بحدود 0.6%. إذن مشاهدينا، بهذه الأرقام نكون قد وصلنا إلى تغطيتنا اليوم ضمن جرس الإغلاق لآخر تداعيات الانتخابات الأمريكية على أسواق الأسهم والاستثمارات وأسواق المنطقة. شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.